صباح الخير عم الرئيس. صباح الفل يا عم حسان، ده انت اللي عمنا ورئيسنا كلنا يا عم حسان. الدكتور فرو بيقولك عايز 2 مورفين 20. الاوضه كام يا عم حسان؟ اوضه 3 اوضه 5. ماشي يا عم حسان، تجيب لي الفوارخ. حاضر يا ريس. وتأيدهم عندك في الدفتر يا عم حسان. حاضر يا ريس. الله يكرمك والنبي. خد يا عم حسان، هو بتحب احطهم لك في سرنجات واخد انا الفوارخ؟ لا لا يا ريس، لا ما تعطلش نفسك. طيب. شكرا. بس يا عم، من ساعة ما روح بيته ما نزلش تاني. جدع تسوقي، بس عايزك وراه زي دله، بس هو هيحس بيك. عيب يا جدع، اذا كان هو ظابط فاخوك ادهم صبري، راجل مستحيل. بس لحد كده شرب بقى، احسن اخر الليل يطلع لك جناحات وتقول لي بقيت صقر قريش. عرفني بقى يا عم اللي انت بقى عرفت اللي يخصك وعايز تزوحني بقى. اما ليه حكايه الظابط ده ابو سمره؟ علم عليا علامه كبيره قوي، ومش هرتاح غير لما اعلم عليه. تعلم على ظابط؟ مش واسع دي شويه يا ابو سمره؟ عايزك بس تعمل اللي عليك، بيروح فين؟ بيجي منين؟ عيلته وصحابه؟ معاه مشاكل مع مين؟ كله هتسوقي. وعليك بايه ده كله؟ اكيد هنلاقي حاجه نعوره بيها منها، نخلص القديم والجديد. يا جماعه الحاجات طلعت غاليه قوي، كنت عارفه ان هم غاليين بس مش للدرجات دي يعني. يا حبيبتي الدولار ولع كل حاجه، انا قلت لك الكلام ده من زمان وانت ما صدقتنيش. مش حد انا ما كنت محاسب في بنك ودي شغلتي. والله الواحد ما عارف يعمل ايه في النيله الدولار ده. المهم يعني بعد كل ده لقيت اللي انت عايزاه ولا لا؟ اه بصراحه لقيت، بس غاليين قوي والحاجات اللي على قد. سؤال واضح، لقيت حاجات كويسه ولا لا؟ هي مش قصدها يا اسطى. انت اسكت خالص لما اسالك تجاوب. كل ها لقيت ولا لا؟ اه بصراحه لقيت. بكره اديك فلوس تنزل تجيب اللي انت عايزاه. ايوه يا سليم، بس انا قلت ايه؟ خلاص ما تتقمص زلعان، عايز تقول ايه؟ كده الاتفاق اللي ما بيننا اتلخبط، وبعدين المهر اللي انا دفعته ما بقاش يكفي. يا ابني مهر ايه ومقدم ايه؟ انت بتشتري عربيه؟ بعدين دي اختي الصغيره وماليش غيرها، هجيب لها انا عايز انا حر. والله يا سليم مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، ما انت كمان اخويا. بس بقول لك ايه؟ لو زعلتها تشوف وش مني مش هتحبه، وانت كمان لو زعلتيه انت برضه هتشوف مني وش مش هتحبه. والله فريده وحشتني قوي. اتفضل يا معلم. 10 سرنجات اهم بالصحة والعافية إن شاء الله، دول هيخلي المدمنين بتوعك يدخلوا كاس السوبر إن شاء الله. وأنت يا أستاذ زلط صعبت عليا والله، خد يا أخويا المزيد بتاعك أهو، مش عارف هنلاقيها منين ولا منين. الله ده حلو أوي يا تكتارة، حلو أوي. ده بطعم إيه ده؟ يبقى بخ في بقك 3 مرات كل يوم وأنت تعرف طعمه إيه يا أستاذ زلط. ماشي. رش يا اخويا رش، ده انت عايز شركة المبيدات الواحد يكلمها تيجي ترشك كل يوم عشان الريحة دي. بقول لك ايه يا ابو خليل؟ مش شايف البضاعة دي قليلة؟ قليلة ازاي بس يا معلم؟ دول 20 سرنجة، 10 ترامادول و10 مورفين، عايز ايه تاني كل اسبوع اكتر من كده يعني؟ عشان محدش ياخد باله يا معلم. ماشي ماشي يا ابو خليل، وانا هفتح لك صفحة في دفتر التوريدات، أول ما تخلص اللي عليك هأبجك على طول. ولا تأبجني يا أخويا ولا أبجك، احنا نخلص اللي علينا وكل واحد يروح لحاله يا عم، عندك 20 حقنة أهم، كل 10 مكتوب عليهم فيها إيه؟ سلام عليكم. يا باشا أنا مش يا أبو خليل. يا عم لا شاي ولا قهوة، مش عايز أشرب حاجة أنا يا معلم، مش عايز أشرب حاجة، عنده ضيوف، عازم نسيبي على العشاء. ماشي. على السلامة يا أبو خليل. ولا زلط. أمر يا معلم. خد الحاجة دي وديها المعمل. عينيا يا معلم. البتاع ده حلو قوي يا معلم، حلو قوي البتاع ده، تجربه. وريني يا زلطه، سيبها لي انا هشيلها لك وروح انت. يلا. حسب الله ونعم. ايه الاخبار يا سليم؟ مبسوط معانا اليومين ثلاثه اللي قعدتهم هنا؟ والله يا باشا كله زي الفل، بس سعادتك كان في حاجه بصراحه مش فاهمها. خير؟ الواد اللي اسمه حماده تايسو. الواد الديلر ماله؟ الواد الديلر؟ هو سعادتك عارف انه ديلر؟ طبعا. وانت عايز المنطقه كلها تبقى عارفه انه ديلر وانا رئيس المباحث ما اعرفش. جريه سليم ولا بتاع بليله؟ لا بس العفو ما اقصدش طبعا، بس سعادتك يعني ده ملوش ولا محضر عندنا في الاسم. الواد ده اصل حويط قوي وكبسنا على بيته كذا مره، لا لقيناه ولا لقينا المخدرات. بس ده معناه ان في حد من هنا بيبلغه؟ اه طبعا ليه عصافير. بص لي كده ليه يا عم؟ بكره لما تقدم هتفهم. يا باشا افهم ايه؟ افهم ان الاسم فيه شويه عصافير لشويه عيال مسجله؟ جريه يا باشا، ده احنا اللي بنطير العصافير. هي اللعبه ماشيه كده. احنا نحط عصافير وعيون عند بتوع المخدرات وهم يحطوا عيون عندنا، هما مره يكسبوا واحنا مره نكسب،
ايوه سعادتك يعني ما حاولتوش تعرفوا مين اللي بيبلغه؟ افرض عرفت وجازيته حبسته ايه اللي هيحصل؟ يومين ثلاثه وهتلاقيه زارع واحد تاني هنا، ده اذا ما كانش فيه غيره اصلا. صح. طب سعادتك انا بستاذنك يعني تسيب لي الموضوع ده شويه. طبعا اتفضل. بس نصيحه من اخوك، لو ما عرفتش توصل لحاجه ما تزعلش. قبل ما امشي بس كنت عايز اسال سعادتك على حاجه. اتفضل. زناتي. ماله زناتي بس؟ انا عارف ان واد رزل وانت مش بلعه، بس صدقني عشان تعرف تمشي امورك هنا في الحته المهببه دي انت محتاج واحد زي زناتي. انا ما قلتلكش انك توافق على اي حاجه غلط، بس مشي امورك معاه، فاهمني؟ والله ما عارف ادر فعلا، كانت ناقصه اخر معاهم المباحث الجديد ده. فكلهم بيعملوا كده في الاول وفي الاخر بيجوا على حجره خلصانه بالراحه. لا يا شكله حاططني في دماغه من اولها ابن الجزمه. العمل يا صاحبي. بشوقه بقى. اتعدل وربنا هداك انا بها. حب يقرفنا القرف مفيش اسهل منه. وبالاصول وبالورقه والقلم كمان. ايوه كده يا ملك. من الزنات اللي غلبوا ابن امبارح زي ده. خليها على الله. يلا المعالي يا سميحه قبل ما الاكل يبرد. يلا يا جماعه بسم الله. يلا يا اشرف. عايزك تاكل كده وما تتكسفش، انت عريس ولازم تتغذى. ما كانش له لزوم يعني يا عم ابراهيم تكلف نفسك الاكل ده كله يعني. يا سيدي تكلفه ايه واحنا هيجينا اعز منك؟ احنا خلاص يا استاذ اشرف بقينا اهل. وبعدين يعني ده انا بديك نور عيني ونور البيت ده كله. ها يا بنات انت عايزه كفته ولا كباب يا ملك؟ خدي يا حبيبتي الكفته اهي. خدي يا ماما، خدي يا ماما، بسم الله يا ماما. وانت يا رؤية كفته ولا كباب؟ ما اسميش رقية. ايوه صحيح رقية، ده انا نسيت ان انا اللي مسميكي. بسم الله ما شاء الله. خدها يا رورو. يلا حبيبي بالهنا والشفا يا ماما. يلا جيتني ده كله. ها مش كنت انا عملت لكم لو قلت لك الحمد لله ربنا وكرمك ما شاء الله. الحمد لله ازاي احكي لك بعدين. يلا يا جماعه بسم الله. بسم الله كل حبيبي كل رحيم. الو اي ماما يا حبيبتي والله العظيم داخل على الصيدلية اهو هجيب الدواء واجي على طول. ايه اللي في جيبك ده يا؟ علي صور قبيحة يا؟ ماشي معاك حاجة يا؟ لا يا فندم. تعال ترفعي عليه كده. ماشي ماشي. انت اصلا ما ينفعش تخبي حاجة برفعك. ايه اللي في جيبك ده؟ معاك حاجة يا؟ معاك حاجة؟ بقول لك ايه؟ ما تناميش عشان انا محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض. يلا ابويا. انت عمرك يا باشا هات الواد اللي بيتكلم في التليفون هناك ده. حصل. يلا بسرعه. يلا يا ابن اركب. يلا اخلص. يلا يلا شاهد. يلا 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 يا عم اطلع. يلا يلا. سلام. تعالى كلم الضابط. عايز في ايه؟ كلم الباشا. عايزه. طب بالراحه. طيب في ايه؟ اهدى. طب ماشي مسكني جامد ليه؟ طيب طول عمرك يا باشا. ايه يا ابني اللي موقفك في الضلمه؟ كنت بتكلم في التليفون. ايه بيكلم مين؟ مستني حد في المنطقه؟ تليفون شخصي. استغفر الله العظيم. ايه اللي على ظهرك دي؟ شنطه. ما انا عارف يا حبيبي ان الشنطه فيها ايه؟ فيها حاجات. حاجات. طب اهدى طيب بالراحه. على فكره اللي انت بتعمله ده مش قانوني. وانت بقى يروح امك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش. انا طالب في ليسانس حقوق. انا ممكن اكون بفهم في القانون اكتر منك. اه ده انت كمان قليل ادب. انت اللي غلطت انا ما غلطتش فيك. ماشي. هات بطاقتك. ما نشوف بقى اخرتها. تمام يا باشا الشنطه ما فيهاش حاجه. انت طالب في حقوق فعلا. انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ لا تمشي ايه؟ مش معنى انت طالب يعني تمشي. ما انت ممكن تبقى حرامي تاجر مخدرات بتشربها ارهابي لسه مش عارفين. طب ما انت فتشتني وما لقيتش حاجه. لما البطاقه دي شكلها مضروب. يعني ايه؟ يعني هناخدك على اسم معانا نشوف حكايتك ايه وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بهدف. خد على البوكس ابويا. اللي انت بتعمله ده فتنة. يلا 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 يلا. يا ساتر يا رب. ادخل انت جوه سميحه في شعرك ده. ايه؟ ممكن حد يكون تعبان ولا حاجة. ساتر.
أورادني يا إبراهيم. تبيع لي أدوية سك على إنها مخدرات. لا معلم مستخدراتك ولا حاجة. دي فيها فيتامينات عشان تقوي المدمنين. تقوي المدمنين؟ ده أنت لقيتك مش معدية يا إبراهيم. تعالى معايا. طيب أنا بخش غير بدون بس. لا حلو كده محدش غريب. ونتحب لا يا معلم علي أنا يلا يا زلطة. بس عشان العيال شاي. عامل باسورد للتليفون ليه؟ عشان لو خده حد غلس ما يعرفش يفتحه. افتحه. ومين بقى هايدي دي؟ صاحبتك ولا بنت شمال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني. الحاجات اللي على الموبايل دي خصوصيات محميه بالقانون والدستور. دستور؟ انت عبيط ياض. ما تغلطش. انا ما عملتلكش حاجه عشان تكلمني كده. وحتى لو انا مجرم ما ينفعش تغلط فيا. طب يا حبيبي طالما انت بقى مذاكر قانون كويس تعالى افهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه. المنطقه دي يا حبيبي اللي انت قاعد فيها كلها تجار مخدرات وارهابيين. واحنا جالنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي بتيجي هنا طلاب جامعه اليومين دول. بس انا ساكن هنا. والعنوان عندك في البطاقة. ايه اللي مشيك بالليل في الشارع؟ انا كنت نازل عشان انا حر. حر؟ حر. وبعدين ما تشغلوش بالكم بالناس اللي ماشية في الشارع. ركزوا شوية مع الحرامية اللي سرق البلد. اللي انتوا عارفينهم اصلا بس ما بتتكلموش. صح. انت صح. احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا. بس حد بقى مركز معاهم ونمسكهم هتقعد معانا 24 ساعة عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم. مبسوط يا عم؟ ابو ايه؟ تعال خد النجم على الحجز. بس بقول لك ايه؟ محدش يقرب منه، ونبه على زناتي، محدش يلمسه، فاهم ولا لا؟ تحت امرك. يلا بيه اتفضل. هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ مستريح. يلا يا ابني. فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ اذا كنت فاكر نفسك دكتور انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا معلم؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. ما تشكليش همك. زي ما عملت دكر وجيت تستلف خليك راجل وسد اللي عليه. يا الحقن يا الفلوس. بس يا معلم حقك عليا. هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم. خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهد؟ عهدة والله؟ ماليش فيه. ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابع بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم. يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. يا ابني يا ابني خش اطمن عليه اعرف انه كويس بس. يا ستي مش عايزين مشاكل الله لا يسيئك. هو جوه في الحجز دلوقتي والله كويس. طب دخلني للظابط اللي خده استسمحه ويطلعه. الواد غلبان ويتيم. والله يا حاج لو ينفع انا كنت دخلتك بس هو ما بياكلش معاه الكلام ده. وبعدين سليم باشا نايم جوه انا لو دخلت صحيته هيطين عيشتي انا واللي جابوني.
اتكل على الله انت دلوقتي وتعالي بكره الصبح. اتكل على الله فين؟ اروح اروح واسيب اللي طلعت بيه من الدنيا، هو انا عندي غيره؟ يا ست يا ست الله لا يسيئك، ما تخلينيش اندم ان انا خدت وديت معاكي في الكلام، احنا غلابه زي بعض برضه. طيب تبشر عليا بس يا حاجه، انت لو شفت له واسطه هم هيخربوها على طول. واسطه؟ واسطه منين ده؟ احنا غلابه ما بنعرفش حد. واسطه يا حاجه، يا حاجه انا اللي اعرفه قلتهولك، بالله عليك اعتبريني زي ابنك بقى، اتكل انت على الله دلوقتي عشان خاطر انا ما اتاذيش بسببك. طيب استغفر الله العظيم. يلا يا اخويا يلا، علشان انت كلك لوم. مفيش نفس سميحة. والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى، شكلها اتربعت على دماغي من كل ناحية. لا يا اخويا ما تقولش كده. أمال أقول إيه بس يا سميحة؟ دين ومديونين، سلف واستلفنا من طوب الأرض، صيغتك وبعتيها، هنجيب فلوس منين تاني؟ نعمل زي ما عملنا قبل كده. إزاي بس يا سميحة؟ نعمل إيه؟ نشتري أجهزة كهربائية بالقسط تاني ونبيعها محروقة. مفيش حل تاني. محدش هيرضى يدينا أي حاجة بالقسط تاني طالما ما سددناش الدين القديم اللي علينا. ما تقفلهاش في وشنا بقى يا ابراهيم، حاول انت يا اخويا بس. هنعمل ايه؟ هنستناك يعني لما تدخل السجن؟ ولا الضبع يسلط رجالته عليك يموتوك؟ يا ريت يعمل كده ويخلصني من الهم ده. هتشر عليك، تف من بقك، كل حاجه هتتحل وهتبقى زي الفل، بس انت قول يا رب. يا رب يا رب فك زنقتنا يا رب. يا رب. بس انا هعمل ايه؟ نفس يا راجل، وهت هتتفك، خد بقى كل بقى. والله ما مصبرنا على الدنيا دي يا سميحه، حنيتك دي حطيت الجبنه فين يا سميحه؟ يا بنتي صاحي، لو سمحتي والنبي عايزه الحاج. الحاج ليه؟ معلش صاحي قولي، موضوع ما يتأجلش، معلش موضوع مهم. طب اتفضل. شكرا. على ما تفطر سعادتك هيكون شيء جاهز. سعادة الباشا. صباح الفل يا باشا. يا زنات ايه الاخبار؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. شو عامل لي الشاي يا ابني؟ يلا يلا يا ابني هات الباشا حاجته بسرعه. يلا يلا. حاضر. شكل سعادتك ما نمتش كويس. شو عمر زنات في حاجه؟ الأمر لله يا باشا. بالنسبة لسعادتك الواد اللي في الحجز يا باشا. ماله؟ هنتصرف معاه ازاي سعادتك؟ ده ما انا قلت لفاق اجيب لي تحريات وانا هتصرف معاه، ما تشغلش دماغك انت بيه. ماشي يا باشا. طمني بحاجة تانية سعادتك؟ أمر يا باشا. بقول لك ايه زنقة صحيح؟ أمر يا باشا. هات له أكل عشان جعان حرام. باشا مصر والله. والله باشا مصر. بتكرم، بتكرم صحيح. تأمر بحاجة سعادتك؟ اتفضل يا زلمة. باشا مصر. ما تشيليش هم يا ست سناء، ان شاء الله قبل اذان الظهر هيكون في البيت. انما هم اخدوا لي خناقيك. لا خناقتي انا ابني ما يتخنقش، انا ابني متربي احسن تربيه. الظابط خده كده من غير لازمه. المهم سيبيها على الله، سيبيها على الله. الو صباح الخير يا ست نايم. صاحي يا ترى ولا نايم؟ لا لا يا باشا، ولا بس كنت محتاج سعادتك كده في مشوار صغير لغايه الاسم. لا لا خير ان شاء الله. يا باشا كان في شاب كده غالي عليا قوي وله في قلبي معزه خاصه، كانوا مسكوه كده يا باشا وكنا عايزين نعرف ايه المشكله. طيب سعادتك خلاص، يبقى هستنى حضرتك بقى في المعرض تعدي عليا ونروح سوا. ماشي يا باشا، مع الف سلامه. شاكرين افضل سعادتك. مع الف سلامه يا باشا. مع الف سلامه. سلام. خلاص يا ست سناء، تقدري حضرتك تروحي دلوقتي وانا ان شاء الله هجيبه في ايدي واجي لحد البيت. ك
كتر الف خيرك. لا لا اوعي تقول لي كده. كتر الف خير ايه؟ ده زياد ده زي تامر ابني بالظبط. ما ده كان العشم برضه. وانت عارفه لولا انا شوفيه دماغك كان زمان انا مكان المرحوم ابوه. ملوش لازمه الكلام ده خالص. انا كنت عارفه ان انت هتعمل حساب العشره والجيره. هقوم اروح انا. ما انت قاعده شوي. معلش. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما بالراحة على نفسك شوية يا حاج، ده انت اللي يشوفك نازل كده يقول ان انت رايح تتجوز. ما تستبحى على الصبح يا سعاد. اللي يا اخوي عمري ما شفتك كده قايم لنا مزقطت من النوم، ده الواحد لو صحاك بدري عن ميعادك 10 دقايق بتطين عيشتنا. يا وليا شاب ومحجوز في الاسم، خلي في قلبك شوية رحمة. ربنا يجعلنا من بركته هو وامه. يا ولاد تقل ايه؟ بدل ما تحط دماغك في الولايه الغلبانه وابنها، خلي دماغك في ابنك وشوف ابنك فين. هيكون فين يعني؟ اكيد نايم جوه. اه فوق يا ماما، ده ابنك ما باتش في البيت من امبارح ودي مش اول مره. وايه يعني؟ شاب وبيستمتع بشبابه، ولا هو ابن سناء اللي يخرج في انصاص الليالي ويتقفش تحري ويبقى على قلبك زي العسل، وابني انا بقى اللي كفر. يا وليه التقل، هو ابن سناء ده كان من بقية أهلي؟ أنا بتكلم على العيل اللي حيلتنا اللي حيورثني بعد ما موت وحياخد باله منك ومن إخواته البنات. تقدري تقولي لي هتعملوا إيه لو الولد طلع فسدان؟ بعد الشر عليك وعلي يا أخويا، بس أنا ابني بقى زنت الشباب. هو ده اللي باخده منك يا أختي، زنت الشباب. طب يا أختي لما تعرف ابنك فين بيكلميني، لان انا كلمته وعزفت المحمول وطلع مقفول. سلام. ها قلت ايه يا طارق بيه؟ يا حماد بيه انت مجيتك على راسي من فوق، وانت عارف انا ما عايزش عليك حاجه خالص، بس صدقني الموضوع دلوقتي مش معايا، الموضوع مع سليم بيه. اهو كلمه. انا متاكد ان سليم بيه مش هيكسفنا. ولا يا معالي الباشا؟ ولا حاجه، لطفي مجيتك في دماغي، بس انت عرفت اللي حصل يرضيك يعني؟ لا، من ناحية يرضيني الحقيقة هو ما يرضينيش، بس صحتك شايف يعني الواد يتيم وغلبان، وبعدين إذا كان الواد محتاج تربية ابننا وهنربيه بمعرفتنا يا باشا. والله اللي طارق بيشوفه. سليم بيه أنا مش عايز أضغط عليك، بس عايز أفهمك حاجة بس، الناس دي غالية علينا قوي. حماد بيه ده نائب الدايرة وجمايله على الكل. الحاج لطفي ده كبير المنطقة وياما اشتغلنا معاه وساعدنا في شغلنا، أشوف أنت تقدر تعمل إيه. لا كبير منطقة يا باشا، ده أنتوا اللي سيادنا وعلى راسنا من فوق. وبعدين سليم باشا لما يعاشرنا هيعرف إن إحنا ولاد بلد قوي وبنقدر الرجالة. وإذا كان علينا أوعدك إن إحنا هنشد عليه ونعلمه إزاي يتعامل مع الناس المحترمين اللي زيكم. يا باشا سعادتك مش عارف أم الواد حالها عامل إزاي دلوقتي. وبعدين سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله سماهم على وجوههم، واضح ان سعادتك ابن ناس طيبين وهتقدر الظروف. ماشي خليه يروح معاكم، بس بعد كده لو قل ادبه محدش يلومنا على حاجه. لا يقل ادبه يا باشا، لو قل ادبه اكسر لك حضنه. بص قدامك اهو. بقول لك ايه يا سوسو، انا دماغي فيها حاجات احلى بكتير قوي من اللي انت بتكلميني فيه ده على فكره. عشان خاطر ربنا قولي لابويا يطيرني من دماغه خالص، يشغلش باله بقى نهائي. يعني ايه طيرك من دماغه بس؟ هو ليه حد غيرك يشغل باله بيه؟ وبعدين ما كل ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا ليه ان شاء الله؟ نغة؟ فشر يا حبيب ماما، بس موضوع بقى رجوعك الصبح. ماله رجوع الصبح؟ انا عامل لك ايه فيه ده؟ انا الكافيه بتاعي بيقفل وش الفجر، ولا انا هسيب شغلي واكل عيشي واقعد جنبك زي البطه؟ بطل ساعه يا واد، ابوك عارف ان انت ما رحتش الكافيه امبارح. هو ابويا بيراقبني ولا ايه؟ لا يا تامر بيطمن عليك. لا حبيبتي طمنيه، لما تشوفيه قولي له تامر زي الفل وبيدخل البيت يتنطط زي القرد. طب عشان خاطر ماما حبيبتك انت كنت فين بالليل؟ اوعي تامر تكون رجعت للمخدرات. مخدرات ايه بس يا ماما؟ انت جبت منين الكلام العجيب ده؟ العصفوره قالت لي. يعني انت اصلا بتتكلمي مع عصافير وجايه تقولي لي انا بشرب مخدرات؟ انا مش هتكلم معاكي اساسا، قالت لك العصفوره قالت لي. شكرين يا طارق باشا، ما نتحرمش منك. شرفت يا بهوات. سليم باشا نورت العمرانيه كلها، ولو اننا كان نفسنا يعني نتقابل في ظروف احسن من دي. اللي جاي كتير ان شاء الله. يلا يا ابني يلا، امك زمانها هتموت من القلق عليك. احمد ربنا ان البشوات عملوا لنا خاطر. خاطر؟
هو القانون كمان بقى فيه خواطر؟ انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك. يلا بينا يا سياده الدايب. يا ابني انت ايه؟ مخك ده ايه؟ لسه ما خرجناش من الاسم، وبرضه مفيش فايده. اللي فيك هو فيك. وانا عملت حاجه غلط؟ لا ما عملتش حاجه غلط، انت عايز تغلط اكتر من كده. ايه؟ بشوات مصر. وانا اقول الاسم منور ليه بس؟ ازيك يا زناتي؟ الله يسلم عمرك يا عم الحاج، في نعمه، كله من خيرك يا حاج. حماد بيه منور يا سياده النايب. انت فين يا ابني انت؟ تحت النظر سعادتك. الواد زناتي ده ومطجع قوي يا حاج لطفي. اهدك يا حماد بيه، بس احمد ايه بحبه. ربنا يديم محبه يا عم الحاج. امورني كان في حاجه يا عم الحاج؟ لا ده موضوع صغير كده وخلصنا الحمد لله. ما انا خدت بالي، ربنا يخليكم للغلابه. الحمد لله على السلامه. طب ما لسه في ناس طيبه. ايه؟ الله يسلمك. يلا يلا يا ابني يلا. يلا بينا يلا. سلام يا زناتي. حفظ الله يا عم الحاج. سلام يا سياده النايب. حفظ الله. والله ترى بيه انا عملت خطا لسعادتك، بس والله لو كان مين جالي ما كنتش هخرجه. انت عملت صح يا سليم، وهتشوف الجميله اللي انت عملتها فيهم دي هتنفعك بكره قد ايه. يا سلام. ليه يعني؟ طبعا حماد ولطفي دول هما مفاتيح دايره الاسم كلها. طب حماد مفهوم، نايب في المجلس، راجل لطفي ده ايه؟ بالعكس بقى، ده الحاج لطفي ده اهم من 100 نايب في المجلس. ده اغنى واحد في المنطقه، ومن عيله كبيره، وكل الناس بتحبه. مش بتحبه بس، دي بتخاف منه كمان، تعمل له الف حساب. تخاف منه ليه ان شاء الله؟ بيشتغل ايه الراجل ده؟ بيشتغل في كل حاجه، بس شغله الاساسي في معرض العربيات جنبنا هنا في القسم. بص يا سليم، انا عايزك تقوي علاقتك بالراجل ده، تصاحبه يعني. يعني طالع كمين، راجع من ماموريه، ابقى عدى عليه في المعرض، اشرب معاه فنجان قهوه ودردش معاه شويه. صدقني هينفعك كتير قوي في شغلك. حبيبي يا ابني، الحمد لله على السلامة، نورت بيتك. يا ترى عملوا فيك ايه دول؟ تلاقيش حالتنا بخير. تطمني يا سلامة، قدامك اهو زي الفل. وبعدين انا اطمنت بنفسي ان مفيش اي حد هناك مديده عليه. الا هينشكوا في دراعهم. طب انا قلت له وبقول لك، انت هو قدامه تعقليه، خليه يبعد شويه عن المشاكل، مش كل مره هنعرف نتصرف. زياد مش هيعمل مشاكل تاني، مش كده يا زياد؟ انا ما نمتش من امبارح ولازم اخش انام. شكرا. خش يا ابني. عفو عفو حبيبي. خش يا ناي، ارتاح يا ابني، جيالك. اطمنت يا ست الستات. جميلك ده هيتنوا على راسي طول العمر. خش عليك يا زنها. جميل ايه؟ ده احنا انت ما تعرفيش معزتك عندي قد ايه. طب ده الفرحه اللي انا شفتها في عينيكي لما ابنك دخل عليكي. انت عندي بالدنيا ولا عليك؟ متشكره والله. كان نفسي اقول لك اتفضل شويه، بس ديك شايف الواد جاي تعبان، اعمل له حاجه ياكلها، يشرب حاجه سخنه، مضطره يعني اروح له. انا اسفه يعني. لا وماله، عادي يعني، تتعود ان شاء الله. ان شاء الله. جايات كتير، بس وسطي اي حاجه، اي حاجه في اي ولد كلميني، ما تتكسفيش. هنا اهل. السلام عليكم. الواد من قله ادب وقف يعلمني شغلي، يقول لي بدل ما انت واقف عمال تتسخف على الناس في الراحه وجايه، روح امسكوا المجرمين اللي انتوا سايبينهم. طب ممكن الولد يكون عنده حق. عنده حق ازاي يعني؟ يعني اذا كنتوا عارفين المجرمين اللي في المنطقه سايبينهم ليه؟ احنا مش سايبين حد، احنا شغالين على قد الاوضه اللي عندنا. بعدين اتحداكي بقى ان في ظابط في الدنيا يقدر يعمل الشغل اللي احنا عاملينه. ما ممكن يكون عنده وجهه نظر. وجهه نظر مين؟ هو كل عيل صغير قاعد تحت البطانيه كتب كلمتين على الفيسبوك يبقى عنده وجهه نظر؟ احنا مش عايزين خيابه. يا سليم يا ابني، انا قصدي اقول لك الظباط مرميين في الشارع ليل نهار، وكل يوم بيموت منهم شويه. بعدين بقى الظباط اللي مش عاجبينك دول منهم ابنك الوحيد. نقوم انام. تعالى هنا، انا لسه ما كملتش كلامي. انت فاكر يعني عشان انت ابني لازم اجي في صفك؟ لا مش لازم، بس انا عايزك تفكري شويه قبل ما تردي عليا. لو بعتولك عشان تستلمي جثه ابنك من المشرحه، تفضلي شايفه اللي انت شايفاه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. يا رب استرها معاك يا سليم يا ابني.
يا رب. حياة حبيبك النبي ما تسويني فيه أبدا يا رب. وبعدين بقى ياسلين فيك انت وماما، ده انتوا لو مولودين فوق روز بعض مش هتعملوا كده. يا حبيبي هي بتعمل كده عشان خايفه عليك. امك مش كاره شغلانتي من دلوقتي، بس امك مش حباه من ساعه ابوك الله يرحمه دخلني كليه الشرطه بالعافيه. طب هي بتعمل كده ليه؟ مش من خوفها عليك؟ خوف ايه بس، انتوا عايزين تجننوني؟ خوفها من تاثير الشغل عليك. يا حبيبتي اي شغلانه بتاثر على بيشتغل فيها، مش شغلانتي انا بس يعني. ايوه بس مش كده ياسلين حبيبي، انت كنت اهدى من كده بكتير. ودلوقتي بقيت ايه وحش كسر؟ ده قطع لسان اللي يقول عليك كده. بس انت اتغيرت يا سليم. انت بتقولي بس عشان لسه صغيره ومش فاهمه حاجه وما شفتيش حاجه، لكن انا شفته يخلي اي حد في الدنيا يتغير. انا ما بتكلمش عن حادثه موت هشام الله يرحمه. انت من ساعه ما دخلت الشغلانه دي وانت بقيت واحد تاني. بس بتتكلموا عشان مش فاهمين حاجة، مش فاهمين تقف طول الليل في عز الضلمة مستني رصاصة تجيلك وبرضه بتروح شغلك تاني وسايبها على الله، مش فاهمين يعني ايه بتفتش عربية مستني تنفجر فيك في أي ثانية وملحقوش حتى يلموا جتتك، مش فاهمين يعني ايه صاحبك ودفعتك يموت قدامك وبينك وبين الموت خطوة واحدة. مش فاهمين يعني ايه يطلع عين اهلك عشان تمسك مجرم ويجي واحد بالتليفون يطلعه بره. أو محامي بتلاتة ساخ يطلع لك ثغرة في القانون ويبوظ لك كل اللي أنت عملتيه. مش فاهمين يعني ايه الدنيا كلها واقفة قدامك عشان تطلعك وحش. بس على فكرة أمك برضو كلامها صح. بس مش في الحال اللي احنا عايشينها. مش عايزك تخافي، اخوك سليم زي ما هو ما تغيرش، بس الدنيا اللي اتغيرت. قومي يلا وسيبينا ننام عشان نشوف شغل اللي امك ما بتحبوش. فهمتوا يا رجاله تعملوا ايه؟ انا مش عايزه يموت، عاوزه حي، لو مات هيرتاح، عايز اشوفه مذلول. يا عم ما تقلقش، هو الناس دي اول مره تخدمنا في مصلحه زي دي ولا ايه؟ ثم انت مش معانا ولا ايه؟ لا معاكوا طبعا، لازم اشوفه وهو بيسيف في التراب قدام عينيا، لازم اسيف في وشه علامه تذكار يفكروا بيا.